السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الخياطة والبيت مع عواطف. اليوم جبت لكم حليوة خفيفة ظريفة، دوازاتي أو لا كوكيز، بمقادير بسيطة موجودة في أي بيت، والمذاق بلا ما تسولوا عليه، مذاق تجي بنينة غزالة. مهم بمقادير بسيطة، هنتم نخليكم مع الطريقة إن شاء الله. المقادير انتما كيف مشيتوا معايا. اول حاجه عندنا الكوك، 4 المعالق ديال الكوك محمر. انا نوريكم ان شاء الله الطريقه ديال التحمار ديالو، طريقه سهله. عندنا الجبيضات، عندنا خماره فاني، عندنا شوكولات بيبي شوكولا ولا شوكولات مقطع مربعات رقيقين، وجوج معالق ديال الكاكاو، وكاس ديال سنيده، وكاس مع مرش ديال الزيت، كاس لارو تقريبا، وربعه الزبده لينه تكون، وطريقة الملحة، والطحين حسب الخليط. كيف مشيتوا معايا الطريقة ديال صابلي، راه التخلاط ديالو بحال الطريقة ديال صابلي عادية، ماشي شي حاجة. نبداو بالزبدة هي الأولى، ومن بعد كنزيدو عليها البيض. وهذا دابا نوريكم الطريقة ديال التحمار ديال الكوك. كنديرو في مقلاة اللي كتكون ناشفة، وكنحطوه فيها وعلى نار مهيلة، وكنبقاو نحركوه حتى كيتحمر بشوية بشوية، حتى كيتحمر وكنحيدوه، ما كنحاولوه ما نخلوش يتحرق او لا شي حاجة، كيعطيها واحد اللون ذهبي. ومن بعد كنحيدوه من فوق النار، كيعطينا واحد المذاق حسن من المذاق ديال الكوك عادي، كيزيد لذة الحلوة ديالنا. ثم كيف ما شفتوا، بعد ما كتاخذ لون موحد كاملين كياخذوا لون واحد، كناخذوه ونضيفوه على الحلوه ديالنا. دائما الزبده كتكون لينه كتساعدنا على الدلك ديال الحلوه. دابا غنحطوا الزبده، غنزيدوا عليها البيض وسنيده، ونخلطوهم مزيان. المذاق ديالها كيجي بنين بالكوك محمر، وهاد إضافة إلى الشوكولات، الشوكولات مع الكوك كيعطيو واحد المذاق رائع للحلوة. وهداك الكاكاو ممكن نعوضوه بشوكولات حلو ديال اللي كنديرو مع الحليب. أولا لو بغينا نديروها حتى بيضة ماشي مشكل، ما نديروش معاها الكاكاو، كنديرو غير الشوكولا مقطع والكوك، كتجينا بيضة. خليكم مع الطريقة. Thank you.
لهنا لجينا ناخذ الطابع ديال البطاطا اللي تقريبا موجود في اي بيت، كناخذ داك الجزء اللي لداخل كيفما شفتوا معايا في الصوره، وهذاك هو اللي كنطبعوا به الكاطو ديالنا. كناخذوا الكاطو على شكل العجين على شكل كويرات، ومن بعد كنديروا هذاك الطابع في سنيده مخلطه مع شويه الفاني او لا الكوك على حسب كل واحد واللي بغى، اما سنيده اما الكوك، وكنديروا في هذاك الطابع باش ما يلصقش لينا في الحلوه. ومن بعد بعد ما كنشكلوا الحلوه كويرات كنضغطوا عليها بالطابع وكنحطوها، ومن بعد ندخلوها للفران ان شاء الله على نار 180 درجه، نار متوسطه طيب من تحت وعاد نطلعوها لفوق بحال صابلي عادي. وبصحه وراحه.